بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الحادي والعشرون. القرد والنجار. يحكى أن قردا رأى نجارا يشق خشبة وهو راكب عليها. يحكى فعل مضارع مبني للمجهول. أن حرف مشبه بالفعل. قردا اسم أن، رأى فعل وفاعل، وجملة رأى في محل رفع خبر أن، نجارا مفعول به، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رفع نائب فاعل. يشق فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية يشق في محل نصب نعت لنجارا. خشبة مفعول به، الواو حالية، هو ضمير منفصل مبتدأ، راكب خبر، عليها متعلقا براكب، والجملة الإسمية حالية. وكان كل ما شق منها زراعا أدخل فيها وتدا. الواو حرف عطف، كان فعل ماض ناقص، واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع. كل نائب ظرف زمان مضاف منصوب بالفتحة على أنه مفعول فيه للفعل أدخل. ما مثالية ظرفية مبنية على السكون. شق فعل وفاعل، منها متعلقان بشق. وما المثالية والفعل شق بعدها في تأويل مستر. زراعا مفعول به، أدخل فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية أدخل في محل نصب خبر كان، فيها متعلقا بأدخل وتدا مفعول به. فوقف القرد ينظر إليه وقد أعجبه ذلك. الفاء حرف عطف، وقف فعل، القرد فاعل، ينظر فعل وفاعل، والجملة الفعلية ينظر في محل نصب حالية، إليه متعلقان بينظر، الواو حالية، قد حرف تحقيق، أعجب فعل، هو مفعول به، ذلك فاعل. ثم إن النجار ذهب لبعض حاجته. ثم حرف عطف، إن حرف مشبه بالفعل. النجار اسم إن، ذهب فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن، لبعض متعلقا بذهب، وبعض مضاف حاجة مضاف إليه، وحاجة مضاف هي مضاف إليه. فأراد القرد أن يفعل كما فعل النجار. الفاء حرف عطف، أراد فعل، القرد فاعل، أن حرف نصب، يفعل فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به للفعل أراد. الكاف حرف جر، ما مصدرية، فعل فعل ماض، النجار فاعل. وما المصدرية والفعل فعل بعدها في تأويل مصدر، وتقديرها كفعل النجار. أو تقول الكاف اسم بمعنى مثل، صفة لمصدر محذوف. ما مصدرية، والمصدر المؤول من ما المصدرية والفعل في محل جر بالإضافة، والتقدير فأراد القرد أن يفعل فعلا مثل فعل النجار. فركب الخشبة وجعل وجهه قبل الوتد وظهره قبل طرف الخشبة، فتدل ذنبه في الشق. الفاء حرف عطف، ركب فعل وفاعل، الخشبة مفعول به، الواو حرف عطف، جعل فعل وفاعل، وجه مفعول به مضاف، هو مضاف إليه، قبل ظرف مكان مضاف، الوتد مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بجعل. وحرف عطف، ظهره قبل طرف الخشبة معطوف على وجهه قبل الوتد. تقدم إعرابها. الفاء حرف عطف، تدل فعل ماض، ذنب فاعل، مضاف، هو مضاف إليه، في الشق متعلق بالفعل تدل. ثم إنه نزع الوتد فعصر الشق ذنبه. ثم حرف عطف، إن حرف مشبه بالفعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم
في محل نصب اسم إن، نزع فعل وفاعل، وجملة نزع في محل رفع خبر إن. الوتد مفعول به، ف حرف عطف، عصر فعل الشق فاعل، زنب مفعول به مضاف هو مضاف إليه. فأخذ يصرخ صراخا هائلا، وكاد يغشى عليه من شدة الألم. الفاء حرف عطف، أخذ فعل ماض من أفعال الشراع، يعمل عمل كان، واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع، يصرخ فعل وفاعل، وجملة يصرخ في محل نصب خبر أخذ. صراخا مفعول مطلق، هائلا نعت، الواو حرف عطف، كاد فعل ماض ناقص من أفعال المقاربة، يعمل عمل كان، واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع، يخشى فعل مضارع مبني للمجهول، وجملة يخشى في محل نصب خبر كاد. على حرف جر زائد، والهاء ضمير متصل في محل رفع على أنه نائب فاعل، من شدة متعلقا بيخشى، وشدة مضاف الألم مضاف إليه. وفي ذلك الوقت جاء النجار إلى الخشبة فرآه على تلك الحالة. الواو حرف عطف، في ذلك متعلقا بجاء، الوقت نعت، جاء فعل ماض، النجار فاعل، إلى الخشبة متعلقا بجاء. ف حرف عطف، رأى فعل وفاعل، هو مفعول به، على تلك متعلقا برأى، الحالة نعت. فأخذ عصا وأخذ يضربه ضربا شديدا. الفاء حرف عطف، أخذ فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، عصا مفعول به. الواو حرف عطف، أخذ فعل ماض من أفعال الشراع، يعمل عمل كان، واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع، يضرب فعل وفاعل، وجملة يضرب في محل نصب خبر أخذ. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، ضربا مفعول مطلق، شديدا نعت. فكان ما لقي من النجار أشد مما لقي من الخشبة. الفاء حرف عطف، كان فعل ماض ناقص. ما اسم مفصول بمعنى الذي، مبني على السكون في محل رفع اسم كان، لقي فعل وفاعل، وجملة لقي صلة المفصول، من النجار متعلقا بلقي، أشد خبر كان. من حرف الجر، ما اسم مفصول مجرور، والجار والمجرور متعلق بأشد، لقي فعل وفاعل، وجملة لقي صلة المفصول، من الخشبة متعلقا بلقي. والله أعلم بالصواب.